سبق وأن صورنا لكم بحيرة شبان متجمدة. وصورنا بحيرة هرازدان متجمدة. هذا النهر هرازدان، River of هرازدان، النهر اللي ينبع أو يخرج من بحيرة شبان ويتوجه جنوبا ويدخل العاصمة يربان ويصب في بحيرة يربان. شوفوا شلون متجمدة. وهسه أشوف لكم المنبع ماله منين يطلع. وكذلك صورنا بحيرة هانكافان أيضا متجمدة. هذه في منطقة هانكافان، بحيرة كاملة جامدة من فوق. اليوم وصلنا إلى بحيرة أخرى متجمدة سنعرضه عليكم، إنها البحيرة الموجودة في منتجع جيرموك. هذه اللي أمامنا بحيرة جيرموك. هذه هي البحيرة اللي أمامنا متجمدة 100%. Lake Kachud is very close to the city of Jermuk. It was established in 1967 and has economic. بحيرة أخرى نضيفها إلى قائمة البحيرات المتجمدة في أرمينيا. على الجانب بحيرة سكانداريان في مقاطعة شيونيك. هذه إحدى عشرات البحيرات الموجودة في أرمينيا. سبب كثرة البحيرات كثرة الأنهار. كثرة الأنهار في أرمينيا لكي لا تذهب المياه سدى، فيعملوا بحيرات بين الجبال مثل أنبار ماء، ويستخدم بعد ذلك في إرواء الأراضي الزراعية. أنا الآن أمام بحيرة بارش بيديليكان متجمد 100%. ممكن أعبر من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، لكن ما راح أجازف، راح أمشي فوق البحيرة. أوكي؟ قبل كم يوم هنا كانوا شباب جايين يتزلجون على الجليد، لابسين الحذاء الخاص بالتزلج وتزلجوا في هذه المنطقة، لكن للأسف احنا ما جايبين التعدد. بحيرة الحجر بحالة انجماد. هسه راح
ناخذ حجرة صغيرة ونشمرها حتى نأكد لكم بأنها متجمدة. هذه الحجرة كم كيلو توزن؟ راح نشمر الحجرة ونحاول نصعد احنا فوق البحيرة المتجمدة. منو جازف؟ هذه طبعا البحيرة لا؟ منو يحب جازف تليفون؟ من جازف كلنا؟ كلنا بحيرات اكو، بحيرة رازان وبحيرة هانجافان تجمد ايضا، يتراهنون السواق ويصعدون سيارة فوق البحيرة. هسه احنا اخف من السيارة طبعا، راح احاول انا اصعد. اوكي لو اعبر البحيرة ابو عبد الله يصعد، لو ابو عبد الله يجي يركضني. وهذه جبال اراكات، وهذا كاريليج على كيفك، لكن تحذروا بس لا تزلقون. ها؟ ايوه انا مع ابو عبد الله. صارت حلوة صورة.